السلام عليكم ورحمة الله. يوم الأربعاء الماضي هو ذكرى مرور 76 سنة على ما يسمى نكبة فلسطين، وهذا المصطلح يطلق على اليوم الذي تم فيه تهجير أهل فلسطين إلى مناطق اللجوء مثل الأردن ولبنان وسوريا وغيرها من البلاد. والحقيقة المهمة وهي أن اغتصاب بيت المقدس نكبة انتكبت بها أمة الإسلام جميعا من مشارق الأرض إلى مغاربها، مش بس أهل فلسطين وفقط، لأن فلسطين وهي ما نسميها بأرض بيت المقدس والأرض المباركة هي أرض وقفية وخرجية فيها المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ونزل فيه قرآن يتلى على لسان كل مسلم إلى يوم القيامة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحصر موضوع فلسطين وتقزيمه بأهل فلسطين لحالهم هو يصب في دائرة المؤامرة اللي تحاك ضد هذه الأرض لحصر الصراع بالفلسطينيين بمعزل عن الأمة الإسلامية جمعا. وإن من يدعو إلى عقد مؤتمرات واجتماعات للتباكي على فلسطين بحجة النكبة وما بيكون خطابه موجها إلى أهل القوة في أمة الإسلام لتحرير هذه الأرض فهو منخرط في هذه المؤامرة التي يراد منها تحييد الأمة من الصراع على هذه الأرض المباركة وحصر الصراع بأهل فلسطين وحدهم من جزء أو من الأمة الإسلامية جمعاء. وهناك نقطة يجب أن نلفت النظر إلها وهي غياب السبب الحقيقي لهذه النكبة، لأن النكبة الحقيقية للأمة الإسلامية كانت يوم ضاعت دولة الإسلام دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرض فلسطين حافظت عليها الخلافة طيلة المدة الماضية من عهد الفتح العمري، وحررتها جيوش الإسلام ثلاث مرات في ظل الخلافة، مرة عندما وقعت بيد عبدة الصليب في آخر عهد العباسيين وحررها السلطان المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، والمرة الثانية حررت في عهد الصالح أيوب من الصليبيين، والمرة الثالثة حررها المماليك عندما وقعت بيد عبدة الأوثان من المغول والتتار. وبسقوط دولة الإسلام أخذت النكبات تتوالى علينا وعلى الأمة الإسلامية من كل صوب وحد، بل النكبة الحقيقية كانت باللحظة اللي نصب علينا رويبضات أذلاء خوني استساغوا الذل وبدهم أن نكون مثلهم أذلاء وخوني، بل كانت النكبة الحقيقية اللي أصابت المسلمين يوم أعلنت منظمة التحرير الفلسطيني بأنها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، فأصبح الأمر بعد ذلك إنه لا يحق لأحد التدخل، لا أردني ولا مصري ولا غيره، لأن الفلسطين لهم كيان وسلطة ممثل شرعي. نعم ممثل شرعي أخذ شرعيته من الدول الغربية لقتل أهل فلسطين ونهب أموالهم وتضييع الأرض وتهجير أهلها. أفلا أدركنا ما هي النكبة الحقيقية ومين أوجدها وما هو سبب حدوثها؟ اعطيني رأيك بالتعليقات.